اخواتي، اهلا وسهلا بكم. نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جيتكم بوصفه جديده وفطائر جديده وبشكل جديد وحشوه كذلك جديده ورائعه. كما كتشوفوا هاد الفطائر على شكل هلاليات، كيجي القوام ديالها هش مثل القطن. ان شاء الله تابعوا معايا المراحل وطريقه التحضير في هاد الفيديو هذا. إذن اول حاجه غادي نبداو بها هي غادي نحضروا الكريمه اللي غادي نديروها في الحشوه. غادي ناخذ كاسرول اللي غادي نوضعوا فيها كاس من الحليب ما يعادل 250 مللتر. غادي نضيفوا عليها ملعقه كبيره من السكر، سنضيف ملعقه كبيره مملوءه من النشا او الكاسترد ما يعرف بالكريم باتيسير، وملعقة كبيرة من الكاكاو. غادي نوضعوا هاد المكونات فوق النار حتى كيعقد لينا الخليط. إذن هذه هي الكريمة اللي حصلنا عليها. دابا غادي نوضعوها في واحد الإناء باش نخليوها تبرد وغندوزو باش نحضروا العجين. نخليوها خارج الثلاجه حتى تدفى شويه، عاد نوضعوها في الثلاجه. بالنسبه للعجين غادي نحتاجو عندنا 250 مليلتر من الحليب. بسم الله. بالنسبه للمقادير غادي تلقاوها مكتوبه في صندوق الوصف بالجرام وبالمليلتر. عندي هنا 250 مليلتر من الحليب. غادي نضيف له كاس الا ربع من الزيت النباتيه. غادي نضيف ملعقه صغيره من الملح. غادي نضيف جوج ملاعق كبيره من السكر لان الحشوه ما درتهاش حلوه بزاف. وغادي ندير ملعقه من الخميره الفوريه. غنضيف القليل من سائل الفانيلا، قليل جدا. وعندي هنا تقريبا 450 غرام من الدقيق. غادي نشوف واش غادي نحتاج هاد الكميه كلها هي. اذا بسم الله، اول حاجه غادي نخلط هاد المقادير وغادي نبدا نضيف الطحين. إذن دائما كميه الدقيق كتبقى على حسب النوعيه ديالو. إذن كنشوف أنا الكمية معقولة، دي 450 غرام هي اللي كفاتني. إذن أنا الباقي كنجمع. إذن كما كتشوفو أنا كما جمعت العجين ديالي، هذا هو القوام ديال العجين ملي تنضغطو عليها. هاهي كما كتشوفو، يعني غير كنجمعوها ما كندلكوهاش. يعني كما قلت لكم هاد الفطائر ساهلين بزاف، وغادي نغطيها وغادي نخليها ترتاح. خليها تقريبا واحد 10 دقائق، الحال سخون دابا دغيا غادي تخمر.
العجين ديالي من بعد ما خمرات. دابا كنقطعها الى قطع صغيره على هذا الشكل هذا، نقطعها على هذا الشكل هذا. ناخذوا الكريمه بعد ما بردات، كما كتشوفوا على كتجي على الشكل هذا. نحطها على هذا الشكل هذا، تنتنيو هكا. نقرب لكم الصوره، كنشدو هاد الجوانب هادي تنقطعوها. هاد الشكل هذا هكا تيكون الشكل ديالها. نعاود معكم واحده اخرى. تنبقاو مستمرين حتى نكملوا هاد الكميه اللي عندنا. اذا الفطائر ديالي بعد ما شكلتهم درتهم في اللاطه، دابا غادي ناخذ القليل من البيض اللي ضفت له القليل من الخل، وغادي ندهن هاد الفطائر هادي وندخلها الفرن ساخن مسبقا. نتلاقاو باش نشوفوا الشكل النهائي ديالهم. الشكل النهائي ديال الفطائر ديالنا كما كتشوفوا، نزينوهم بالقليل من السكر الثقيل ونخليوهم هكاك بلا تزيين كما بغيتو، تيجي المنظر ديالهم زوين بزاف. تقريبا هذاك العبار ديال 450 غرام ديال الدقيق خرج لي تقريبا 14 وحده. كيجي الشكل ديالها هو هذا. انا غادي نقسم لكم وحده باش تشوفوا الشكل ديالها كي كتجي تبقى سخونه، كتجي ديك الكريمه لذيذه جدا، والقوام ديالها هشيش. نتمنى ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها حتى نتوما. هاد الوصفه هذه ما ينساش يدير
اعجاب ويبارطاجيها مع الاصدقاء ديالو اللي تعم الفائده. ولاول مره كيشوف القناه كنقول له تفضل بالاشتراك والضغط على الجرس لتتوصل بكل ما هو جديد او بجديد القناه. دمتم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.